جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، الحاضرة الأولى من نوعها بالقارة الإفريقية، إذ توفر بنيات تحتية ملائمة للبحث العلمي ومساعدة القارة على التطور والنماء. بالجامعة تم افتتاح مركز جديد للبيانات أو داتا سنتر، وهو عبارة عن بنية تحتية تتكون من شبكة حواسيب وفضاءات تخزين تأوي أكبر الحواسيب العملاقة وأكثرها قوة على صعيد القارة الإفريقية. ويندرج المركز الجديد ضمن أفضل 100 مركز ذكي مخصص للبحث العلمي والابتكار في العالم، ويوفر أعلى درجات الأمان والجاهزية القصوى إلى جانب المرونة العالية والاتصال المثالي، مما سيساهم في خدمة المنظومة الرقمية الوطنية عبر ضمان السيادة الرقمية للمملكة من جهة، وتطوير خدمات رقمية جديدة مغربية 100% من جهة أخرى. الداتا سنتر que nous inaugurons aujourd'hui est le plus grand data center au Maroc avec 2000 mètres carrés de salle IT et 5 mégawatts IT load. Ce data center est construit selon les dernières normes pour assurer une fiabilité, une sécurité, une haute disponibilité. C'est un data center qui est certifié tier 3 et tier 4 par l'Institut Uptime, qui est l'institut de référence dans ce module. المركز الإفريقي للحاسوب يتألف من حواسيب عملاقة تضم الآلاف من وحدات المعالجة المركزية المرتبطة ببعضها البعض. فالأجهزة الأولى من هذا النوع التي ظهرت في الستينيات كانت تستعمل وحدة معالجة مركزية واحدة بسعة 3 ملايين عملية حسابية في الثانية، قبل أن ترتفع سرعتها بشكل مضطرد خلال العقود الأخيرة. أصبح استعمال الحواسيب العملاقة الآن أساسياً في تحليل كميات هائلة من المعطيات خلال وقت وجيز، عكس الحواسيب البسيطة التي تتطلب أسابيع بل أشهراً من المعالجة التقنية. المركز الإفريقي للحاسوب العملاق، الكيان الجديد التابع للجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، يضم الحاسوب الأقوى على الصعيد الإفريقي، إذ تعادل مساحته الحسابية 8000 حاسوب أساسي، ويمكنه إنجاز 3 ملايين مليار عملية في الثانية، فيما تبلغ سعته التخزينية 8000 ترابايت. في الجامعة لدينا باحثين من الطراز العالمي اللي كيشتغلوا على الابتكار التكنولوجي، والأبحاث أبحاث هذا الميدان تحتاج إلى حاسوب من الطراز العالي، ان سوبر كالكولاتور. فهذا النوع ديال الحاسوب كنا كنحتاجو نشريوه في الخارج. تعتبر منصة الحوسبة عالية الأداء لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية محفزاً للشراكة الأكاديمية حول مواضيع الذكاء الصناعي وعلوم المعطيات. وفي هذا السياق ستقوم جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بمعية جامعة الأخوين بإطلاق شهادة ماستر مزدوجة في مجال تكنولوجيا الحوسبة عالية الأداء والذكاء الصناعي، كما سيتم إغناء برنامج البكالوريوس بدروس وأعمال تطبيقية، والتي ستجرى على منصة الحوسبة عالية الأداء التابعة للجامعة. أول مركز في الحوسبة الفائقة الأداء هنا بهذه الجامعة الرائدة، وهذه مفخرة بالنسبة لبلادنا، لأن هذه المبادرة غتوقع المملكة المغربية كأول دولة إفريقية اللي عندها هذه قوة الحساب في هذا المجال. هذه الآلية ايضا غادي تجسر بين الوحدات الانتاجيه والصناعيه والمقاولات وعالم الاكاديمي والجامعات والباحثين. اصبح الولوج الى منصات الحوسبه عاليه الاداء امتيازا تنافسيا وازنا بالنسبه لمجموع الاسواق. فعلى سبيل المثال، وبفضل المحاكاة على منصات الحوسبة عالية الأداء، يمكن لمصنعي السيارات إجراء عشرات الاختبارات على النماذج الجديدة دون التضحية بسيارات وقطع حديدية،
كما أنه بإمكان المختبرات التي تتوفر على ولوج لمنصات الحوسبة عالية الأداء أن تحدد بشكل سريع الجزيئات من بين عشرات الآلاف التي ستكون أكثر فعالية من غيرها في علاج معين، بالإضافة إلى أن استعمال منصات الحوسبة عالية الأداء سيمكن من تموين الشبكات بالطاقات المتجددة المعرضة بتأثيرات أحوال الطقس بطريقة أكثر توقعاً. Ce data center est construit non seulement pour adresser les besoins de l'OCP et de l'Université Mohamed VI Polytechnique, mais aussi pour accompagner la transformation digitale des entreprises et des administrations marocaines. Donc, il est à disposition de ces entreprises et de ces administrations. Il sert aussi de socle pour le développement d'une offre de cloud qui sera mise à la disposition de cet écosystème et qui permettra d'accélérer la transformation digitale des entreprises tout en assurant la souveraineté de leurs données. Il héberge également le plus grand centre de supercomputing d'Afrique qui est hébergé au sein de ce data center et qui sera également mis à la disposition de la recherche et de l'éducation au Maroc et aussi des industries. يتوفر مركز البيانات على 2000 متر مربع من القاعات تضم التجهيزات المعلوماتية وعلى مولد كهربائي ذاتي بقدرة 5 ميجاوات لتموين حوالي 800 دولاب معلومات تضم عشرات الآلاف من الخوادم. يمكن استعمال مركز البيانات من قبل المقاولات لتنظيم ومعالجة وتخزين وإيداع كميات ضخمة من المعطيات، وهو ما سيفتح آفاقاً واسعة للبحث العلمي والابتكار أمام الجامعات المغربية بشكل عام وأمام جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بشكل خاص. واحتل هذا الحاسوب الخاص الذي طور في إطار شراكة مع جامعة كامبريدج الرتبة 98 من حيث قوة الحواسيب العملاقة عبر العالم، محسناً بذلك ترتيب المغرب الذي انتقل إلى الدرجة 26 عالمياً والأولى إفريقياً من حيث القدرة الحسابية أمام النمسا وهونغ كونغ. عندنا في المغرب مركز على الطراز العالمي يعد من أهم 100 مراكز في العالم، فمثلا البحث الذي أقوم به حول البيانات الضخمة يحتاج إلى ساعات طوال لاستخراج المعلومة بفضل الطاقات التي يوفرها الاش بي سي ولا لي سونتر كالكولاتور في مدينه بنقرير. ان شاء الله نقدروا نطوروا البحث العلمي في هذا الميدان. اليوم الحمد لله تطبيقات عديده في شتى المجالات، لا بالنسبه للمجال ديال الطاقه، لا مجال صناعه السيارات، الطيران، الفلاحه، والحمد لله اليوم واحد غادي نأسسوا لواحد الحقبه جديده بالنسبه لهذه التقنيات وهذه الخدمات لاتجاه المقاولات المغربيه. تطمح جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية في أن يؤدي مستوى النضج التكنولوجي لبعض المشاريع إلى انبثاق قيادات صناعية مبتكرة في مفترق الطرق بين أوروبا وإفريقيا. تتوخى الجامعة أن تشكل حاضنة إذ تغرس يومياً بذور الابتكار التي ستمكن من انبثاق مقاولات ناشئة ذات إشعاع قاري ودولي. المركز الإفريقي للحاسوب العملاق يشكل لبنة إضافية في صرح البحث العلمي والابتكار بالجامعة، فكل المنخرطين في هذه الدينامية الطموحة من طلبة وأساتذة باحثين من الجامعة ومن المؤسسات الشريكة وكل حاملي المشاريع المبتكرة والمساهمين في إشعاع البحث العلمي الوطني سيجدون في الحاسوب العملاق لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية حليفاً قوياً في سبيل تحقيق مشاريعهم على أرض الواقع. وبفضل وصول هذا المركز إلى منظومة جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، فقد تم إطلاق شراكات جامعية وسبل بحث طموحة بهدف تحقيق تغييرات كبيرة في المجال التطبيقي في المغرب وفي القارة الإفريقية ككل.